المهرجان في دورته الرابعة بدأ من اليوم من تاريخ 12 لين تاريخ 23 مارس. المهرجان طبعا بمسافة كيلو متر واحد. طبعا السنة هذه في مهرجان أم الإمارات راح يكون عندنا مسابقة الألعاب النارية، وهذا كونسبت جديد للمرة الأولى يحصل في الشرق الأوسط بمشاركة 4 فرق عالمية. عندنا كذلك اللي هي مسابقة الألعاب الإلكترونية يسمونها الإي جيمينج. عندنا لعبة الببجي، عندنا لعبة الفورتنايت، عندنا لعبة الفيفا، عندنا سوبر سماش. طبعا المتسابقين ممكن انهم يحضرون عندنا هني ويستمتعون بالإي جيمينج أونلاين، وكذلك يعني اللي ما راح يكون موجود في المهرجان ممكن يتابع المسابقة أونلاين. الإضافة كذلك في عندنا غرفة تفاعلية اسمها الترانسبورتا. طبعا هذه الغرفة تدخلها وتشوف عالم ميكانيكا الكم كيف حاصل معاك، تشوف المجرات، تشوف الكون، في أشياء حسية تلمسها تشوف فيها الأشياء الجديدة. عندنا الكونسبت الثالث اللي هو يسمونه حديقة الأرت زو، أكبر حديقة مطاطية موجودة في العالم، جايبينها للمرة الأولى في الشرق الأوسط أن هي تكون موجودة معنا. الأرزو طبعا هي عبارة عن مأخذ أشكال الحيوانات مثل العنكبوت، مثل الزرافة، وأشياء أخرى مثل القارة القطبية الجنوبية مثل حشائش السافانا. يعني هاي هي الأشياء الجديدة بشكل عام اللي موجودة في المهرجان. المهرجان بشكل عام في أكثر من 120 فعالية، في أكثر من 82 مطعم ما بين إماراتي ومطبخ خليجي ومطبخ شامي وعربي وعالمي وكافيهات كذلك، وفي عندك أكثر من 35 متجر، في عندك أكثر من 17 لعبة كرنفالية.